بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. نستأنف مع ما رأيناه فيما سبق مع شابيون روج. في هذه الفقرة سنركز على بعض العبارات الواردة في القصة كما رأينا. إذا رأينا فيما سبق on a déjà vu traverser la forêt. traverser la forêt يعني أنك تجتاز الغابة. شابيون روج passe entre les arbres pour aller chez sa grand-mère. إذا شابيون روج تمر بين الأشجار. شابيون روج باس أونتخ لي زارف. إذا شابيون روج تمر بين الأشجار. بوغ ألي شي سا غرانمير. بوغ ألي من أجل الذهاب شي سا غرانمير عند جدتها. أون دي يعني أننا نقول. أون دي تو سامبلومون كيل ترافيرس لا فوغي. إذا نقول كما رأينا ببساطة كيل ترافيرس بأنها هي تجتاز لا فوغي الغابة. بدل أن نقول شابيون روج باس أونتخ لي زارف بوغ ألي شي سا غرانمير، إذا نقول ماذا؟ أون دي نقول أون لو فيرب دير عندنا فعل قال. إذا نقول جو دي تي دي إيل دي أو إل دي إيل دي. هو يقول إل دي هي تقول. أون دي يعني أن الناس تقول أو أنا أقول أو أنت تقول أو هم يقولون أو شخص ما يقول. هاد أون تتبقى هكذا أون دي. إذا نقول كيل ترافيرس لا فوغي. إذا نقول بأنها تجتاز الغابة. نقول مثلا بوغ فينيغ على ليكول لي زونفون ترافيرس لا روت أو لا غي. إذا بوغ فينيغ من أجل المجيء. طبعا لو فيرب فينيغ فعل جاء. بوغ فينيغ من أجل المجيء على ليكول إلى المدرسة. لي زونفون ترافيرس لا روت الأطفال يجتازون الطريق أو لا غي الشارع. أو لا غي أو يجتازون الشارع. ثم رأينا فيما سبق أون أوسي في إيكوتي لو روسينيول الاستماع للعندليب. طبعا الاستماع للعندليب هنا إيكوتي كما لو نقول هنا استمع العندليب. أون لو فيرب إيكوتي عندنا فعل استمع. ممكن نصرف هذا الفعل نقول جيكوت لو روسينيول أنا أسمع العندليب. tu écoutes le rossignol أنت تسمع العندليب أو أنت تسمعين العندليب. il écoute le rossignol هو يسمع العندليب. elle écoute le rossignol هي تسمع العندليب. elle écoute le rossignol هي تسمع العندليب. أو نقول أيضا on écoute le rossignol. طبعا الصرف تبقى نفسه رغم تغير هذه الضمائر اللي هي il يعني هو ال هي أو أون أو أون كما رأينا الآن نقول أون إيكوت يعني أن الناس تسمع أو أن أشخاص ما يسمعون إلى غير ذلك كما رأينا الآن أون إيكوت لو غوسينيول تبقى عنده نفس الصرف مع إيل ومع آل ومع أون رغم أن المعنى ليس نفسه. إيل إيكوت كما قلنا هو يسمع. آل إيكوت هي تسمع. أون إيكوت يعني أن الناس يسمعون رغم أنها تعني ناس غير معروفين مثلا. إذا نستعمل هذا الضمير أون فالصرف ديال الفعل يعني الفعل بحال راه مع الضمير إيل وبحال راه مع الضمير إل يعني هو أو هي. كوفي لو غوسينيول ماذا يفعل العندليب؟ عندنا لو فيغ فيغ فعل فعل أو جعل أو قام إلى غير ذلك. إذا كوفي ماذا يفعل لو غوسينيول العندليب؟ إذا طبعا نقول في البريزون في الحاضر جو في تو في إل في نو فوزون فو فات إل فون إل فون. إذا هذا لو فيغ فيغ فعل فعل. كوفي لو غوسينيول كوفي لو غوسينيول ماذا يفعل العندليب؟ إذا نقول إل شونت هو يغني أو نقول لو غوسينيول شونت. إذا العندليب يغني مادام أن العندليب يغني. كوفي دونك شابيون روج كوفي شابيون روج ماذا تفعل شابيون روج؟ كما رأينا فيما سبق حسب القصة طبعا إليكوت لو غوسينيول شونتي. إليكوت لو غوسينيول شونتي كون لو غوسينيول شونت كوفي دونك شابيون روج. إذا عندما كان العندليب يغني كوفي دونك شابيون روج ماذا كانت تفعل إذن؟ شابيون روج إليكوت لو غوسينيول شونتي إليكوت لو غوسينيول شونتي هي تسمع
العندليب يغني. إذن هنا عندنا إيكوتي، قلنا لو فيرب إيكوتي هذا فعل سامعة. نقول مثلا كوفون لي زيليف كون لونسينيون إكسبليك لا لوسون. كوفون لي زيليف كون لونسينيون إكسبليك لا لوسون. ماذا يفعل التلاميذ كون لونسينيون إكسبليك لا لوسون؟ عندما المدرس إكسبليك لا لوسون يشرح الدرس. طبعا عندنا هنا لو فيرب إكسبليكي، قلنا لو فيرب إكسبليكي هذا فعل شرح، ومنها ليز إكسبليكاسيون. ليز إكسبليكاسيون مثلا يعني الشروحات، ليز إكسبليكاسيون الشروحات. أو مثلا نقول ليكسبليكاسيون الشرح، ليكسبليكاسيون. يكون الأستاذ مثلا منهمك في الشرح ويطلب من التلاميذ متابعته، إذن يقول سويفي ليكسبليكاسيون، تابعوا الشرح. كما قلنا الآن كوفون لي زاليف كون لونسينيون إكسبليك لا لوسون. إذن ماذا يفعل التلاميذ؟ عندنا هنا كوفون كما رأينا قبل قليل، قلنا لو فيغ فيغ عندنا فعل فعل. ماذا يفعلون؟ كوفون لي زاليف، ماذا يفعلون التلاميذ؟ كما قلنا جو في تو في إل في نو فازون فو فات إل فون. إل فون هي اللي عندنا هنا، تنتكلموا على الجمع. كوفون لي زاليف، ماذا يفعل التلاميذ؟ كون لونسينيون إكسبليك لا لوسون، عندما المعلم عندما المدرس يشرح الدرس. طبعا لا لوسون هو الدرس. في الجواب على ريبونس كاسكون دي، إذا في الجواب ماذا نقول؟ اون دي إل إيكوت، إل إيكوت هم يسمعون لونسينيون، إل إيكوت لونسينيون هم يسمعون المدرس، هم يسمعون المدرس يشرح مثلا. إل إيكوت لونسينيون إكسبليكي لا لوسون، إذا هم يسمعون المدرس يشرح الدرس. ثم من بين العبارات التي رأينا في قصة لو شابيون روج، رأينا أكوتي ديل، أكوتي ديل بالقرب منها. إذا كما قلنا كي باس أكوتي دو شابيون روج، من الذي مر بالقرب من شابيون روج؟ كي باس أكوتي دو شابيون روج، إذا من الذي مر بالقرب من شابيون روج؟ إذا كما رأينا فيما سبق لو بيشون باس أكوتي دو شابيون روج، إذا الحطاب يمر أكوتي دو بالقرب من شابيون روج، يعني من صاحبة الرداء الأحمر. طبعا ممكن نقول أيضا، ممكن نقول في الجواب سي لو بيشون كي باس أكوتي دو شابيون روج، إنه الحطاب كي باس الذي مر أو الذي يمر أكوتي بالقرب، كي باس الذي يمر أكوتي دو بالقرب من شابيون روج، من صاحبة الرداء الأحمر. السؤال الذي كان كي باس أكوتي دو شابيون روج، كي باس أكوتي دو شابيون روج، كي باس أكوتي دو شابيون روج، من الذي مر بالقرب من شابيون روج صاحبة الرداء الأحمر؟ إذا ممكن نقول سي لو بيشغون، إنه الحطاب كي باس الذي يمر أكوتي دو شابيون روج بالقرب من شابيون روج. أو نقول كما عندنا لو بيشغون الحطاب باس أكوتي دو شابيون روج، لو بيشغون باس أكوتي دو شابيون روج، إذا الحطاب يمر بالقرب من صاحبات الرداء الأحمر. إذا ممكن نتوجه إلى التلميذ فنقول له مصطفى كي ساسوا أكوتي دو توا، من الذي يجلس بالقرب منك؟ شكون اللي تيجلس حداك؟ كي ساسوا أكوتي دو توا، من الذي يجلس بالقرب منك؟ طبعا عندنا هنا لو فيرب ساسوار، قلنا لو فيرب ساسوار هذا فعل جلسة، هذا فعل جلسة. إذا فيكون الجواب مثلا يقول أحمد أو مصطفى مثلا خالد إتاسي أكوتي دو موا، خالد إتاسي أكوتي دو موا، إذا خالد هو الذي يجلس بالقرب مني. أو يقول سي خالد كي إتاسي أكوتي دو موا، سي خالد كي إتاسي أكوتي دو موا، سي خالد كي إتاسي أكوتي دو موا، إنه خالد الذي يجلس بالقرب مني، سي خالد كي إتاسي أكوتي دو موا. أو يقول ببساطة خالد إتاسي أكوتي دو موا،
ثم رأينا بعض الكلمات مثل دابور أنسويت أبخي وبيان بوي اي أونفا اي أونفا. إذا رأينا دابور، طبعا دابور كاميرون نقول أولا وقبل كل شيء. دابور، إذا كاميرون نقول أولا وقبل كل شيء. إذا طبعا نستعملها طبعا عندما نريد أن نعدد مجموعة أفكار، مجموعة أشياء إلى غير ذلك. إذا طبعا نبدأ بهذا دابور، يعني كما نقول أولا وقبل كل شيء عندنا كذا وكذا، ثم أنسويت، أنسويت يعني تابع لهذا الأولى، أنسويت بعدها، ثم عندنا أبخي وبيان بوي، يعني تقريبا لهما نفس المعنى. أبخي يعني بعد أو بعد ذلك، أو بوي بوي كما نقول ثم، أنفه وفي النهاية. طبعا هذا أنفه نعدد بها آخر شيء نريد أن ندرجه. إذن في هذا الصدد ممكن نطرح السؤال التالي. On peut poser la question suivante. Quand tu te lèves le matin? Quand tu te lèves le matin? Quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu fais? عندما تستيقظ صباحا. Qu'est-ce que tu fais? ماذا تفعل؟ هنا عندنا في الأول on a le verbe se lever. On a le verbe se lever. هذا فعل استيقظ. أما le verbe lever يعني أنك أنت ترفع شيئا. هنا لو فيرب سو لوفي يعني أن الشخص يوقف نفسه أو أنه يستيقظ. طبعا لو فيرب سو لوفي يأتي بهذا المعنى. يقول لك الأستاذ مثلا ليف توا يعني انهض انهض، وممكن تعني ليف توا استيقظ. هذا الفعل له هذ المعنيين، هذا لو فيرب سو لوفي. لكن هناك أيضا لو فيرب لوفي، هذا ليس عندنا الآن، لا يوجد عندنا الآن هنا لو فيرب لوفي. مثلا يقول لك الأستاذ لوفي لي دوا يعني ارفعوا الأصابع، لوفي لي دوا ارفعوا الأصابع، وكأن هاد الأصابع شيء ما خارج عنك أنت سترفعه. لوفي لي دوا ارفعوا الأصابع مثلا. إذا عندنا هنا كون تي توليف لو ماتان، كاسكو تي في عندما تستيقظ صباحا ماذا تفعل؟ هنا عندنا لو فيرب سو لوفي بمعنى استيقظ في السؤال الذي عندنا هنا. ممكن نقول مثلا lorsque je me lève le matin، عندما انا استيقظ صباحا. quand je me lève le matin ما عندناش هنا quand je lève le matin. اذا قلت quand je lève le matin عندما انا ارفع صباحا، اذا علي ان اكمل الجمله. مثلا اقول quand je lève le matin la chaise، مثلا عندما ارفع صباحا الكرسي، ثم اكمل الجمله. لكن هنا عندنا لو فيرب سو لوفي الذي يعني استيقظ. lorsque je me lève le matin عندما انا استيقظ صباحا. d'abord je fais ma toilette. d'abord اذا كما قلنا الان d'abord كما نقول اولا وقبل كل شيء je fais ma toilette، انا افعل او اقوم ب ما toilette. طبعا كلمه toilette تدخل فيها مجموعه اشياء الخاصه بالتزيين، الخاصه بالتزيين. عندما تقول المرأة مثلا جو في ما طواليت، ممكن أنها تمشط شعرها، ممكن أنها تقوم بمكياج مثلا، ممكن أنها تغسل وجهها، ممكن أنها تغسل أطرافها إلى غير ذلك. بالنسبة للرجل نفس الشيء، ممكن أنه يغسل وجهه، يمشط شعره، أو يضع على نفسه عطور إلى غير ذلك. إذا هنا نقول جو في ما طواليت. إذا كما قلنا الآن lorsque je me lève le matin، عندما استيقظ صباحا. دابور جو في ما طواليت، اولا وقبل كل شيء. كما نقول اقوم بتزيين نفسي، اغسل الى غير ذلك. انسويت كما عندنا هنا انسويت، انا اعدد هنا الاعمال التي اقوم بها اتباعا عندما استيقظ صباحا. انسويت بعدها جو برون مون بتي ديجوني، جو برون مون بتي ديجوني، جو برون انا اخذ. طبعا عندنا هنا لو فيرب بروندر، on a le verbe prendre au présent طبعا يعني في الحاضر. ensuite je prends mon petit déjeuner، ensuite je prends mon petit déjeuner، بعد اخذ فطوري. طبعا لو petit déjeuner المقصود بالفطور. ensuite je prends mon petit déjeuner، بعد اخذ فطوري. ensuite je prends mon petit déjeuner puis بعد هذا puis je m'habille. كما نقول هنا après je m'habille، بعدها انا البس. طبعا عندنا هنا لو فيرب سابيي، قلنا لو فيرب سابيي
كما لو نقول ان الانسان يلبس نفسه. ما عندناش هنا لو فيرب ابي، عندنا هنا لو فيرب سابيي، هذا فعل البس نفسه كما لو نقول. اذا بوي بعد هذا جومابي انني البس، اي اونف وفي النهايه جو مو ديريج فيغ ليكول، جو مو ديريج فيغ ليكول. اونف في النهايه جو مو ديريج فيغ ليكول، انا اتوجه الى المدرسه. لو فيرب سو ديريجي يعني فعل توجه. جو مو ديريج فيغ ليكول، انا اتوجه الى المدرسه. اونف جو مو ديريج فيغ ليكول، وفي النهايه انا اتوجه الى المدرسه. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.